Now I call on Al Salam Foundation. السيد الرئيس تود منظمة السلام و HRB إثارة مخاوفنا بشأن سوء المعاملة آلاف السجناء الرأي المعتقلين بشكل تعسفي وعسكرة نظام الرعاية الصحية في البحرين. هذا الشهر بدأ سجناء الرأي في سجن جو إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على التعذيب والمعاملة المهينة والحرمان من الرعاية الطبية والاضطهاد الديني والحبس المفرط في زنزاناتهم وفرض قيود أكبر على الزيارات العائلية. وفي رسالة مفتوحة انتقد المحتجزون فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وأمين المظالم بوزارة الداخلية ولجان حقوق السجناء والمعتقلين وموظفي السجون والضابط المدعو إبراهيم الغيث والمدعو طارق الحسن في معالجة الشكاوى المتكررة من سوء المعاملة. وبالنظر إلى فشل آليات المساءلة هذه أفاد المحتجزون بأن الاحتجاج السلمي والإضراب عن الطعام هو ملجأهم الوحيد. أننا نشعر بالقلق إزاء عسكرة النظام الصحة العامة في البحرين بعد أن نقلت جميع سيارات إسعاف المستشفيات العامة من السيطرة المدنية إلى وزارة الداخلية، ونتيجة لذلك فإن العديد من البحرينيين يخشون طلب الرعاية الطبية الطارئة خوفا من الاعتقال والاستجواب. ففي وقت سابق من هذا العام ساهمت هذه السياسات في وفاة المتظاهر البالغ من العمر 18 عاما مصطفى حمدان. لذلك ندعو البحرين إلى ضمان الحقوق الكاملة لجميع المحتجزين على النحو المنصوص عليه في مبادئ نيلسون مانديلا واحترام المعايير الدولية للحراك الطبي. شكرا. Thank you.